انه خطة الطوارئ يلي حطتها الدولة اللبنانية بحال صار حرب معتمدة عليه بشكل اساسي. ليه؟ لانها معتمدة على ستارلينك. الرئيس ميقاتي متوقع انه اذا صار حرب بلبنان ايلون ماسك رح يشتري سي دي جوليا يا حبيبي يا جنوب ويفتح لنا اكاونت ستارلينك انليمتد لنواجه اسرائيل. يا عمي لك اي متى رح نوقف شحاده؟ شحاده مصاري وشحاده تعاطف وشحاده خدمات؟ اي متى رح نتعلم انه الدنيا مصالح وما في شيء اسمه رجل اعمال ادمي رح يساعدنا؟ هيدي امنيات اهل عروس مش دوله بتحترم حالها. لو بس الحظ يضرب معايا زي عزيزه اللذيذه. عجبت وكيل دايره كفاها من مجاميعه وبقى هو وبس. يعني من الآخر عندك اقتصاد وصناعة ونفوذ تكرم عينك، بيجي ألون ماسك من أمريكا بيبوس الإيدين والإجرين لترضى عنه، وبدل ستار لينك بيعطيك مجرة لينك. أما وقت يكون عندك أكبر صحن لبني وطرقات طايفة ودولة حرامية مفلسة ويصير عندك حرب، ما حدا رح يطلع فيك لأنك رقم، مجرد رقم. كرمال هيك خففوا شوي رهاناتكم على ماسك ومارك وركزوا أكتر على حواضر البيت مثل ياسين وزلازل، وضيف عليهم الرفيق كورنات.